Seni ararken yetim gözlerim buz kesti, sıcak ellerim. Gözlerinde yaş olmasın, çünkü hala bir umut var. Merhaba Sen Sezer'miz. Umut Var programı Zudan Doğum Yedir'i Ramazan ayında. Sen Sezer'miz yardım için bu numaralar vardı. Araya biraz sözler inşallah. Sen Sezer'miz mühtaç insan tapacağız inşallah. Biz otomobilden, sayarayla dolanmak. Her de tapırık bir tek çalışır işleri. Ve fölen yani gelir o insanın yanına. Halı tamam dergi ya da çıkır borcudu, hastadı. Yani Allah yardımcıları olsun. Muhtaç olmak ayıp dergi. Bir günde bir insan miner ya da ener. Yani ona göre inşallah. Sen seyircilerimiz biz inşallah bir gün amanat verirler bize. Bu amanatlarda yeterek fakir ve muhtaç insanlar inşallah. Birinci, fa'al khair, fatiha ala ruh validi 90. Fa'al khair tuz hurmatu. زكاة من شيرين قصاب قزة من دولة الإمارات ترش الطباخ محل ساركاية فهمي شريف علي من تكريت بدري حكمة تسكرمات المرحومة من كيا صغير خضر كوبة من كركوك المرحومة نجاة عبد الغني من بغداد مرحومة أكرم أحمد من تسكرماتو مرحومة بهيجة أحمد محمد من كركوك المرحوم حاجي شريف علي شيخاني من كركوك صالح شريف علي أبياد من كركوك المرحوم عبد الله عيسى أبو نير من بغداد نطلب الدعاء والترحم على روح المهندس أديب بيرقداد ركن الدين الأسر المفقودين كرم الوالدين أميد عبد الباسط هادي خيرات رمضان فاتحة لوالد المرحوم الحاج آيات أم سندس عيادة ملا البيطرية أم عادل زكاة الفطر الله يجوز ياسن الله ولن زورسن سيزا دعامي سيزودان إن شاء الله وفقر لنا دعاء إن شاء الله زودان قارم زندان بأمانات يتراغب وفقير ومحتاج إنسان إن شاء الله Beraber. İyi sen? Evet. Çıkmazı mı sen? Kurmayın adam. Ha. Kurdi. Kurdi? Arabi şuaya. Arabi şuaya. Evet. Ali münazama. Evet. Arayız, akız, mendek malumat. Evet. Kıda tıkdır tsaadni. Evet. Tiyadi? Valla adi, malumat mı şunu? Malumat, an şuaya an hayat, ekic. Valla hayati sefer. Yani şuanik sefer. Şuan? Bina maku, seyara maku. يعني كل شيء معي الله يساعدك هسه بس ناخذ معلومات من عندك اوقف فيك هذا التزمن بيدك بس اسجل الصوت مالتك وزايدا ترسل معلومات ما استمع كامل يعني احكي عربي يعني ماكو مشكله ماكو مشكله اي شيء تحكي ما عندي شلون احكي بس بس طلع لك استماره جديده اي شلونك حياتي يا شلون الشغل؟ الحمد لله شوية زين. زين؟ الحمد لله وشكرا. عمرك؟ تقريبا 35 سنة. متزوج؟ اي عندي جعل واحد. العائلة بالبيت ولا موظفة شنو؟ لا لا ما البيت. ها بالبيت عائلتك. عندك واحد طفل؟ اي مزمن عندكم بالبيت؟ لا ما عندنا مرض ما عندكم لا والله الحمد لله زين عندكم راتب رعاية؟ لا والله ما عندنا بعد ها بعد اي تقديمه وبعد ها مقدم يعني؟ اي ايش قد صار لك مقدم؟ والله تقريبا سنة هيجي سنة؟ اي بيت ايجار؟ اي والله ايجار 150,000 150,000؟ اي وين
يعني كرامة. هي كرامة قديمة. يا مستشفى عزادي. ايش قد صار لك انت تشتغل هذا الشغل؟ والله هاي شغل مالي. شو تبيع انت؟ بس خضروات. خضروات تبيع؟ اي بس خضروات. بس هذا شوي. اي عفوا بس خضروات ابيعها. بس خضروات. اي. يوم 10,000 12 يعني تربح ولا تشتغل 10,000؟ لا لا يشتغل يعني بالصبح حتى المغرب يشتغل 10,000 12,000 10,000 اي والله اي والله اريد بس مصاري مال بنزين ها اي مال مصاري مال بيت اريد كله الحمد لله يعني اي الحمد لله زين يعني 10,000 12,000 كل يوم يشتغل نبا عفوا عفوا قبل وين كنت تشتغل؟ والله بشتغل كركوك سكني كركوك وين يعني وين كركوك وين تشتغل؟ خان التمر محل هذا شغل ها تشتغل خان التمر كنت؟ اي بس اشتغل خضروات محلات كلها هذول معمولي شو تشتغل كنت بخان التمر؟ بس خضروات ها هم هناك اي كل خضروات ما عندي محل ما عندي شيء اي اكو احد يساعدك من اقرباء؟ نعم احد من اقرباء يعني هي مساعدك لتو والله شبشي يا مزروفه لا والله نيتا كذا الرز اللي ناقري يباردني يا الرز اللي ناقري سارني خانودني سلام جناس النو يعني كس نالي بوتو مرحبا لا والله هاي ايش بيبقى كمي 10,000 5,000 دادتو لا راي اخو قيمتيني يا قرزاري مديون بله ارى والله قرزار ايش قلت اما خلق ريدي بوتو هذا الستوت اشترى أيوة. لك يا عالم اي أيوة والله اي أيوة والله اي أيوة والله هاي دليل شو وقت اشتروا لك يا والله تقريب حتى تشتغل بي اشتروا لك يا اي أيوة والله يعني بيس مانجا بيش مانجا بيشي ها 6 أشهر 7 أيوة. 7 أشهر نعم صار لك مشترين لك هاي الماطور نعم بلي الحمد لله وشكرا حياتي شو مخلص مدرسة أيوة. ماكو ما مخلص بس شغل لا والله ايش قد مديون تقريبا؟ تقريبا والله تقريبا مال ناس يعني مال العالم مو مال هسه مال 2014 تقريبا 2014 اي قد 11 شيء يعني عندي ما عندي بناء ما عندي شيء كله بيع امي مريض سرطان وتوفي ها اي والله وقتها والدتك صار بي سرطان اي بعدين صرت مديون على مود العلاج ما علاج اي مال علاج ومال سلام ورحمة الله مال المصارف ما عندي على مود السرطان اي والله بس تقريبا 4 مليونات 5 مليونات اي مال العالم انا اقول لك ها مال العالم اي واقول لك هاي 500 هاي مليون هاي مليون وربع هاي مليونين يعني اقول لك واحد انا ما اروح بس اقول لك هاي محل ها هسه يوم يوم الشهر عندي صديقي اريد مليون مليون يعني اي يوم العيد اريد مليون بهاي شغل مالي بالعيد يرجع أيه. عندك مليون اي والله يعني هاي مستحقه مو سوج مالي مو سوج هاي يعني هو ظروف انا محتاج اقول له اعطيني هيشي وهيشي 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 الله يسعدك حياتي الله يسعدك تاج راسي انت اي بس شنو كان هدفك بالحياه انت كنت ما عندي هدف بس الله هاي حياه ماكو يعني ما تفكر كنت مثلا واحد يقول اريد دكتور اصير كل شيء ما اريد بس انا لسه بدي اشتغل كل شيء ما لا والله كل شيء ما اريد الحمد لله اي طيران امان وبعد كل شيء ما اريد خلاص الوقت حالكم من اول كان هيك ولا بالجديد صار والله تقريبا اول هيك من اول هيك اي والله فخير هرب وسيله الموت لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكرا انت ما دام مفاتح ايدك بلي وتشتغل اي الحمد لله اي هو احسن كل شيء اي اكيد شنو المساعده المطلوبه من الحكومه ما عندي كل شيء بالحكومة يعني شو تريد من الحكومة؟ مراتب؟ رعاية؟ والله بس رعاية وهاي بس رعاية؟ رعاية وهاي الحمد لله الحمد لله إذا وضعك صار زين شلون تقدر تساعد الفقراء؟ والله أنا يعني أشوفه هاي فقير يعني كل شيء بينطيه يعني أنا عارف هو فقير شلونه يعني عندي 25,000 وانتك 15,000 20,000 أنا عارف شلون فقير ماكو خبز ماكو فلوس
بجهال يعني كل عالم. أنت مر تمار بهيك ظروف. أي. وتعرف ظروف أي. الآخرين. حبي يعني. حبي أي. ما أعرف يعني شلون أقول لك. أي كامل. صح. الحمد لله وشكر. الحمد الله لله الحمد لله أخي. الشغل مو عيب. لا لا. ما دام أنت مستمر بهذا الحياة. لا والله الشغل زين يعني كل شيء زين. الحمد لله وشكر. حياتي عمو. تاج راسي. هاي خلص أخي. أي. بعد شوي إلي. ها. بعد شوي إلي. خلاص إن شاء الله. لزم هذا مجموعة ظروف. أي. شلون يعني؟ هاي لك. أي. هدية. أي. أي ممنون أخي. بارك عزيزة. الله يعني. دعائك اللي يساعدون. أي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كل عالم فخير. الله يسعد العالم إن شاء الله أنت هم. تسلم. أنا ممنون. احنا مو منظمة، احنا قناة عراقية تركمانية. اي على بس راسي. ما يطلع وجهك لا تفتر. لا لا عادي حتى عطلت. اي نصورك من بعيد. ربي يرزقك. ان شاء الله هذا ما يسويك زنقين. اي. بس يعني مقدار من المال يساعدك. انا ممنون يعني. يسوي زحمة حياتي. لا ان شاء الله الله يسترك حياتي. مشكورين. ان شاء الله ربي يوفقك. ان شاء الله تنجح بهذا الحياة. حياتي اخي ممنون مشكور. شكرا جزيلا. حياتي انا ممنون. مشكور. Seni ararken yetim gözlerim buz kesti sıcak ellerim gözlerinde yaş olmasın çünkü hala bir umut var.